هي انت عندك لك شيء تسويه جوا حيعجبك مره. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ اذا حابين تعرفوا احنا فين موجودين الان، احنا موجودين في حدث بلاي ستيشن الرمضاني في سيت سنتر مردف في دبي الممتد من يوم 22 ليوم 29 من هذا الشهر. في اشياء كثير مسليه، بس حقول لكم انا حبطل اتكلم. اي حد موجود هنا في دبي ابغاه يجي سيت سنتر مردف ويشوف احنا ايش مخبل له من مفاجات. بس اللي اقدر اقول انه في جوائز كثير تقدر تربحوها، يعني مثلا اذا اشتريتوا عرض بلاي ستيشن الرمضاني حيدخلوكم غرفه زي هذه، واذا قدرتوا تمسكوا كرت عليه علامه الاكس علامه ذهبيه تكسبوا جائزه مقدمه من بلاي ستيشن. اتذكروا سيت سنتر مردف من يوم 22 ليوم 29 في دبي، ومن الساعة 1 للساعة 5 ومن الساعة 9 للساعة 2 صباحا. شوفكم على خير ومبروك مقدما، مع السلامة. من أجل اللاعبين.